السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنجدد الترحاب بالجميع في القناة. اليوم وصفة خاصة بالعجين ديال الفطاير، وصفة اللي كنعتمد عندي دائما في أي فطاير سواء حلوة أو مالحة. عملتها في وصفات كثيرة في القناة بحال اللي غادي تشوفوا معايا في الصور هنا اللي غتكون أمامكم، ولكن حبيت هاد المرة نخلي الفيديو ديال بوحديتو، فيديو غير ديال العجين، وانتم تقدروا تستعملوه ديك الساعة في أي حاجة سواء مالح سواء حلو. وهاد الصور هادو كاملة موجودة في القناة إذا بغيتوا ترجعوا تشوفوا الفيديوهات ديالها. ما نطولش وندوزو ديريكت للتحضير ديال هاد العجينه. مكونات جد بسيطه وسهله. اول حاجه بحال دائما غنجيبو الخميره، عندي 11 غرام ديال الخميره هنايا، غادي نعملها في العجانه او العجين عادي غير باليد، ما كيحتاجش يدلك بزاف. وعندي هنايا 4 لتر او كاس ديال الحليب دافي، غنعمل عليه مغروفه صغيره ديال السكر، وغنخلط وغنخلي هاد الخميره هادي كتفاعل حتى كتشوفوها بحال اللي تنفخت اولا ضعف شويه الحجم ديالها، من الحبيبات ما بقاوش هكذاك تشكلوا بحال اللي تشركوا مع بعضيتهم. صافي هنا غادي نزيد عندي ابيض بيضه، وعندي نص كاس ديال زيت المائده، وعندي اليوغورت طبيعي او زبادي او دانون طبيعي، غنعمل جوج مغارف كبار عامرين بحال هاد الشكل، وتقريبا العلبه ديال اليوغورت كامله بالنسبه لنا. هذه العبر ديال زيت شويه، علي عملت غير جوج مغارف، ولكن ما كيضرش يزيدوا شويه او نقصتوا في دانون او في اليوغورت، عادي ماشي مشكل. هنا غادي نخلط شويه المكونات مع بعضها، وغندوز ديريكت نزيد الدقيق، غنزيد شويه بشويه. انا عندي هنا 4 ديال الاكواب ديال الدقيق، ولكن دائما كنقولوا النوعيه ديال الدقيق وكذلك الحجم ديال الابيض البيض هذا، فمن الافضل كنمشيو شويه بشويه. هما في 4 ديال الكيسان تقدر تستعملهم كاملين، تقدر تستعمل اقل منهم شويه. كنعمل الدقيق هنا، غادي نضيف الملح، غنضيف شويه الملح هنايا كيبقى على حسب الذوق، تقريبا هنا مغروفه صغيره ديال الملح. وغادي نعجن العجين ديالي مزيان حتى كيرجع القوام ديالو مطاطي وما يكونش قاصح، العجين يكون كيلصق بحال اللي غادي تشوفوا معايا في الفيديو. غنكمل كميه الدقيق كامله بحال اللي شفتوني، انا الدقيق كنزيدو شويه بشويه. غنزيد هنا واحد جوج المكونات مهمين تقدروا تستغنوا عليهم، ولكن هادو عندهم دور واحد، ان كيخليو الفطائر وخيبات لكم كيصبحوا كيبقاو طريين. هنا عندي تقريبا نص مغرفه صغيره ديال بيكربونات الصوديوم، وكنزيدو معاها مغرفه صغيره ديال الخل. بحال اللي قلت لكم هاد جوج المكونات ماشي ضروريين، ولكن الدور ديالهم انا قلت لكم كيخليو الفطائر تجي هشه، وكذلك واخا كتبات كتصبح لكم رطيبه. هادي غير النصيحه بحال اللي قلت تقدروا تعملوها، تقدروا تستغناو عليها. صافي غادي نكمل العجين ديالنا، كنزيد الدقيق اللي باقي ونكمل العجين ديالها وندوز معاكم. هنايا بعد ما كملت العجين ها القوام اللي خصكم تحصلوا عليه، يعني كتلصق مطاطيه مدلوكه مزيان وصافي، كتكون العجينه ديالنا واجده. هنايا غادي ندهنها بالقليل من الزيت غير باش ما تبقاش تلصق في يدي، وباش ملي نغطيوها تخمر ما تعملش هذيك القشره من فوقي. انا استعملت هنا زيت الزيتون. صافي غادي نجمع العجينه ديالي كامله ونغطيها بلاستيك غذائي ونخليها تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها، ونخدم بها الفطاير اللي انا باغياها. ان شاء الله غادي تعجبكم هذه الوصفه هذه، والفطاير ديالها كيجيو رطيبين بزاف. وفحال اللي قلت لكم في القناه بزاف ديال الوصفات بنفس العجينه بنفس مكونات هذه العجينه هذه، وكذلك انتظروا عندي فيديو مجي بهذا العجينه هذه لهذه الفطاير، هذا الشكل هذا كيجي رائع. بقى لي غنقول لكم البنات انتظروني دائما وصفات جديده. الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. شكرا على المشاهده.